ايه احسن جنيه ذهب في مصر وازاي تاخد عليه كاش باك ويعني ايه اصلا كاش باك. في الفيديو ده هتعرف كل الاسرار وازاي تحسب المصنعيه على الجنيه الذهب وكمان ازاي تشتريه وانت حاطط في بطنك بطيخه صيفي. عاوز تضمن فلوسك اشتري جنيه ذهب لان مميزاته كتير، منها المصنعيه القليله وكمان لما تيجي تبيعه هتاخد كاش باك، يعني هتاخد جزء من فلوس المصنعيه اللي دفعتها. وعشان تبقى عارف، الجنيه الذهب الاكثر انتشارا في السوق من عيار 21 بوزن 8 جرام، بالاضافه لعملات ثانيه زي النص جنيه بوزن 4 جرام والربع جنيه بوزن 2 جرام. وفي المتوسط قيمه المصنعيه على الجنيه الذهب حوالي 50 جنيه عن كل جرام، باجمالي 400 جنيه في الجنيه الواحد، وعليها كاش باك 20 جنيه بس بشرط ترجع الجنيه بحالته الاصليه. وطبعا عشان ما تخسرش لازم تشتري الجنيه وعليه دمغه مصلحة الموازين واضحة وباينة وتقدر تشوفها بعينك، لأن الدمغة المزيفة بتبقى مش ظاهرة قوي. كمان اشتري من محل معروف ولازم تاخد فاتورة فيها تفاصيل الذهب اللي اشتريته من حيث الشكل والوزن والسعر.